بخير ابو عمو. اهلا استاذ. صباح النور. لونا. اهلا استاذ طارق. تحب وصلك لشي محل؟ شو رايك انا اليوم وصلك على بيتكم وبجي الظهر باخذك من هنيك؟ والسياره؟ السياره بتضل معي. انا اسف استاذ طارق، سيادة مدير عام وصيني. المدير العام ما رح يدرى بشي يا ابو عمار، بعدين انا كتير كريم مع اللي بيخدموني. شو قلت؟ انا اسف استاذ طارق، وين بدك بوصلك؟ السيارة انا بسوقها ما بعطيها لحدا. سوق سوق اخي سوق. سوق استناني هون، ما بتتزحزح من هون للما اطلع. بجوز طول شوي، يعني حتى لو بقيت 5 ساعات تستناني، مفهوم؟ تكرم استاذ طارق. ماشي. مرحبا شباب. علي ابو احمد. شلونكم؟ احمد. فيفا. وينك امبارح ما حط من الكلية مبين؟ والله امبارح كان راسي هيك شوي عم يجعني، ما احسن تطلع من البيت. لا ان شاء الله خير، واليوم شلون؟ ان شاء الله احسن؟ لا الحمد لله احسن. الحمد لله. لا احسن اليوم. شايفك جاي بالمرسيدس، شو وين الاوبي؟ لا حيرتونا، نجي بالمرسيدس تقولوا لنا وين الاوبي، نجي بالاوبي تقولوا لنا وين المرسيدس. هلا انتم شو فارق معكم، اجيت بالاوبي ولا بالمرسيدس؟ اجيت بهاي ولا بهاي؟ اجيت على الحمار مليح؟ على الحمار على الحمار، مو خلاف، بس حبينا نطمن. السيارة طلعت ولا لساتها محجوزة؟ خود عليك. لا يا ماجد، لا هذا سؤال ينسأل، يعني أكيد طلعت ورجعها بنفس اليوم، والشرطي يعني الله يعلم شو صار فيه، الله غضب عليه، حجز السيارة ونزل غضب الله عليه. لك نسيت طارق ابن مين؟ معك حق، بهيك نسيان. طمنوا لي بالكم، السيارة رجعتني على البيت، واللي رجع لي إياها الشرطي نفسه، واعتذر مني وسامحته. يا لطيف، يا لطيف، شو قلبك كبير وحنون وكفو. لك كفوا بلاكن عنا بقى. أهلين وسهلين أستاذ طلال، ليش تأخرت؟ المدير سأل عنك. أمي مرضت، جبناها للدكتور، قال بدنا نقل على المستشفى، فنقلنا. خير إن شاء الله، هلا شلونها؟ حطوها بالعناية المشددة. الله يصلحك، ليش إجي؟ خليك عند أمك. بخاف المدير العام يعتاد شيء. أمك أهم، وهلا فوت لعند الدكتور وبحكي له. في عنده حدا؟ لا ما في عنده حدا. أوام. ألو؟ أمال؟ وين هلا؟ سأل عنك المدير وقلت له إنك بالأرشيف. الله يجيرنا الكذب. وطلال كمان أمه بالمستشفى. لا تأخر يا أوام، تعالي بركي سأل عنك المدير مرة تانية. يلا أوام. طيب ليش ما خبرتني؟ ما بتعرف انه انا طبيب قبل ما اكون مدير عام؟ شو طلع معه؟ الدكتور قال ازمه قلبيه. خير ان شاء الله. وشلون وضعه هلا؟ قال اذا مرقت 48 ساعه ممكن تنفوت. عليها العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. استاذ طلال، انت ممكن تحتاج حق ادويه ومصاريف ثانيه. لا مسيك هدول خليهم. شكرا دكتور، الحاله مستوره الحمد لله. استاذ طلال والله ماشي، وقت ما بتعتازهم بترجع لي اياهم. انت تيسر على المستشفى واتصل فيه وخبرني. شكرا دكتور. عليها العافيه ان شاء الله. ابو شريف. نعم. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. شو اخبار ملماتك؟ ما في شي ريحه مكافاه؟ خلصنا بقى ابو معتز، لا تخليني اندم على الملام اللي شفته. لفه برمه واشتغل. لفه برمه واشتغل. الو نعم. احترامي استاذ. تؤمر استاذ. حاضر. جاي فورا. مع السلامه. اكيد المدير العام، شو بده منك؟ بده ياني يروح لعنده. شو القصه بينك وبينه؟ ما بشوف الا هالمدير العام كل يوم والتاني عم يطلبك لعنده. لك شو في بينك وبينه؟ شو بده يكون يعني بيني وبينه؟ شغل. بعرف شغل، بس انا شايف انه علاقتك معه صايره قويه كثير، يعني غير علاقه مدير عام موظف بيشتغل عنده. شو قصدك؟ لا لا مو قصدي شيء، بس يا شريف انا بصراحه حاسس انه في شيء مخبيه عني.
نحن زملاء وعيب الواحد يخبي عن الثاني شيء، ما هيك يا ابو شريف؟ ايه هيك، بس ما في شيء لازم تعرفه وما قلت لك عليه، عن اذنك. ابو شريف ابو شريف، طالما رايح تقابله بركي بتحاكينا شي كلمتين حلوين بحقي، يعني خليه يكافئنا بشي قرشين، هي بدنا نستلم نجد بالشريات، خليه يقطع علينا الطريق ويكافئنا قبل ما تلعب اصبعك بره. يعني تكرم عينك ابو معتز، الغرض مثل الغرض. هلا بقول له المدير العام بيقول لك ابو معتز يا بتكافئه يا بتلعب اصبعك بره. اوخك 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 لك مجنون، اوخك ما بتلعب ما بتلعب. لا تصدقوا ما بتلعب اصبعك بره. شوف لي القائمة يا أبو شريف. هاي قائمة بأسماء الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي. بعرف، بس شو رأيك فيها؟ من أي ناحية يا أستاذ؟ يا ترى كل هاي الأسماء بتطلب عملهم إنه يكون عندهم إضافي؟ ولا ربعهم أستاذ. معناتها بتاخذها لمكتبة بتدرس لي إياها، بتشطب لي كل اسم طبيعة عمله ما بتتطلب أبدا إنه يقبض الإضافي. اشطب بس ولا ضيف كمان؟ إذا في حدا فعلا بيشتغل إضافي ما في مانع تضيفه. ساعة زمان بتكون على مكتبك أستاذ. طيب شكرا لك. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شو أبو شريف؟ شو كان بده منك؟ مثل ما قلت لك شغل. والمكافأة؟ صرفها. لك ريتهم يسلموا لي هالإيدين، يسلموا لي هالشوارب، ها؟ وهي بوسة من هالوش العلو كمان وحدي. صرفها إلي، مو إلك. وانا هلا مو وقتك، عندي هرهره. هرهره؟ هرهره شو؟ هرهره؟ لك بعمرك مو سمعان بالهرهره. الهرهره يعني شلون بدي فهمه كيف بهرهر الواحد؟ وشو بدك تهرهر؟ اسنانك. الله يحسن كبرتنا. صيف ابو شريف. أنا آسف جان، أنا حكيت مع المدير العام، الحقيقة ما عم يقبل استثناءات من حدا ولا وساطات حتى مني. لا ما كان أملنا فيك هيك يا أستاذ وحيد، صار لك جارنا 10 سنين ونحن معززينك ومكرمينك، وبحياتنا ما طلبنا منك طلب، مأجرينك البيت وزيادة ما أخذنا، عقد ما معك قلنا معليش، عم تتأخر بالإجراء قلنا فنان خطي، ولما اعتزناك بشغلة ما بتلبينا، إيه ما عم صدق. صدقني يا جار، أنا حكيت مع المدير العام أحمد عبد الحق شخصياً، ما رضي، وأنا ما بقدر بفرض عليه رأيي. لا تأخذني يا جار، أنا صريح وكلمتي على رأس إنساني، لو كنت حطيت كل تقلتي لك بالموضوع كان أعطانا استثناء مثل ما أعطى غيرنا. على كل إن كتر خيرك. أعطى غيركم؟ لمين أعطى؟ لفي ابني. أنت متأكد؟ لا يا أستاذ وحيد، عم بكتب عليه. معاذ الله جار، مو هذا القصد. هو اجى لعنا وحكالنا ورجانا رقم وتاريخ الطلب يلي قبلوه منه. جار بدي اطلب منك طلب، ممكن تجيب لي الورقه اللي مكتوب فيها تاريخ واستلام الطلب؟ هلا ببعت ابني لعند رفيقه يجيبها. اذا هيك انا بوعدك انه ابنك رح ينقبل بالوظيفه. او بس ما بالشر. صباح الخير استاذ. صباح الخير. هي قسمت المسابقه، طبعتها وحطيتها بظروف. حدا اطلع عليهم شيء؟ ابدا ما حدا اطلع عليهم. هو انت؟ ولا شلون بدي ما اطلع عليهم؟ بدك ياني اغمض عيوني وانا عم بطبعهم؟ عم بمزح معك، شو ما بتلا مزح. خذهم حطهم بالوزانة. حاضر. ادريت شو سوى المدير العام؟ بخصوص شو؟ حاكم كل يوم هذا بيطلع لنا فنط جديد، واخر فنطي طلع فيه لغى جدول الاضافي كله. هلا وقفت على الشغله. بس يا استاذ الشغل رح يتوقف لانه في كثير شغلات بدها متابعه بعد الظهر. الى الدقيق نخلص الشغل ولا استاذ؟ خلص طوشتني، وجعت لي راسي. استاذ يعني رح ترجعني على المديريه؟ لا. ليش استاذ؟ ببساطة شديدة، لأنه قرار نقلك إجا من المدير العام، وأنا ما بعرف ليش المدير العام نقلك. لو ما في شيء بيستاهل ما كان نقلك. أستاذ أنت رجعني على المديرية ورح ساوي كل شيء بتأمرني فيه، يعني بتقدر تعتبرني ظلك. أول شيء أنا ماني بحاجة لظل، بعدين أنا ما بحب أمشي إلا بالطاولة.
ايه كويس. سعيداش منيح؟ ايه طيب ماشي. يا هلا. اهلا اهلا. ايه عمو صالح كملي. وبعدين يا ستي ابوها ما رضي يجوزني، قال انا شاب فقير، شو بدي اعمل؟ انا مشتاقه لامل اللي بحبها اسمها امل. وقفت لها بالحاره وقامت طالعه من البيت راسا خبيت هيك مع جنب بمرقتها. هي قلت لها امل امل، قالت خوفتني شبك. قلت لها انا مشتاق لك يا امل، ما عم اقدر نام الليل مشانك. قالت لي يا حرام. قلت لها لا تخافي عم نام بعد الظهر. تعالي علي دكتور احمد موجود؟ ايه موجود. تفضل تفضل. شكرا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سياده الوزير شخصيا بمكتبي. اهلا وسهلا. انت شرفت المكتب والمديريه. المكتب مشرف باهله. تسلم. تفضلوا تفضلوا. الحقيقه زيارتك لي شرف كبير. تفضل خلينا نقعد. شرف. اهلا وسهلا. كنت مرق قدام الشركه قلت لفوت سلم عليك. يا اهلا وسهلا. انت بتشرف المديريه باي وقت؟ طمني شو الاخبار؟ ان شاء الله مرتاح. ماشي الحال. شو يعني ماشي الحال؟ يعني ما بخبي عنك يا استاذ مازن، في بعض الاخطاء والتجاوزات لازم نلاقي لها حل. عم اسمع عنك اخبار بتشرف. الله يعطيك العافيه. في شيء ثاني غير امور الشركه؟ سلامتك. ايه على فكره شو قصه اكرم؟ نصاب ملتشي وظالم، وشو ما حكيت لك قليل. الحمد لله الله ريحنا منه والقضاء رح يحاسبه. تهم ثابتة عليه؟ بقصد ما ممكن تكون ملفة قتل فيه. حدا حاكاك مشانه؟ كتار، بس ما حبيت أوعد حدا بشي. قلت لا أفهم منك الأسباب اللي خلتك تعزله وتحيله للقضاء بالأول. أنا بفضل أنه سيادتك تطلع على محضر التحقيق من نائب العام. لا 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 مو هلأ، لا يخلص التحقيق. أنا واثق منك ومن تصرفاتك، ويكون بعلمك أنا معك خطوة بخطوة طالما تصرفاتك على صواب. ايه احمد، في شغله بسيطه بدي اياها منك. تفضل. انت بتأمر امر. في شخص بهمني امره كثير، رح يجي لعندك اليوم او بكره منشان ابنه يقدم على المسابقه، لانه ما لحق يقدمها خلال المهله المحدده، بقى يسر له امره. انا كان بامكاني اعطيه الاستثناء من عندي، بس ما حبيت الشخص يحس انه اجاك منفوق. يا ريت يا استاذ تتصل فيه وتقول له ما يعذب حاله يجي. شو يعني؟ ما رح تمشي له امره؟ أنا آسف وأرجوك ما تحرجني أكثر. أنا عندي حل قانوني خلصك من كل هالإحراج. بتصدر قرار اليوم بتمدد فيه المهلة لمدة يوم واحد، بتقبل فيه الطلب وبترجع بكرة بتصدر قرار تاني يلغي قرار اليوم. أنا آسف، هذا اسمه لف ودوران، وأنا لا بحب لف ولا بحب دور. بدوخ بعدين. ولك أنت من أيام الجامعة دغري، وخليك دغري وأنا معك. شو كمان مانعين الضيافة أثناء الدوام؟ ما بخبي عنك خي عم بدرسها. لا بقول هالدرجة. شو من بعد ما صرت وزير لساتها قهوتك وسط؟ والله ولساك متذكرها وراح تضل وسط. استاذ ماهر، ما بيخفى عليك الفوضى اللي تركها اكرم بالمديرية. منيح اللي خلصنا منه، يخرب بيته ما اغلظه. هلا مهمتنا صعبة كثير، بدنا نحاول نوقف المديرية على اجريها ونحاول نطورها، واملي فيك كبير. ولو يا استاذ، أنا تحت أمرك وإن شاء الله رح كون عند حسن ظنك. على فكرة المدير العام مبسوط منك كتير ووصالي فيك، وبده إياك تسافر على بعثتك وترجع وتستلم مهامك جديدة. المدير العام ما غيره؟ إيه؟ ليش مستغرب؟ لأنه فعلاً يا أستاذ أنا من يوم ما تعين لا قابلته ولا قابلني غير مرة واحدة. الظاهر هو بيعرفك منيح وبيعرف عنك شي كتير. لك منين بيعرف المعلومات؟ أبصر ما بعرف. يعطيك العافية يا حلوة. أهلين. نعم الله ينعم عليك ويستر عليك يا أمر. لو سمحتي بدي أقابل المدير العام. أختي موعد. ولشو الموعد؟ ما هو مدير عام وبابه لازم يكون مفتوح لكل الناس. وبخصوص شو بدك تقابلي؟ لما بتصيري مدير عام يبقى بقول لك فوتي قولي له في مواطنة عندها مشكلة بدها تعرض عليه. استني هون. ايه تحركي يلا. يا دافع البلا شو هاد؟ اهلا وسهلا. الله
يسلمك. شو بتحبي؟ ضيفك قهوة، شاي، كازوز، مازوز، زهورات؟ شكرا، ما بقدر بشرب شيء. ما بقدر بشرب شيء. مرحبا 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 مرحبا. استغفر الله استغفر الله. أرجوكم بوس إيدك تلبيني ولا تكسر بخاطري. لا ولا ولا تفضلي ارتاحي يا أخي، أهلا وسهلا فيكي، تفضلي ارتاحي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلي. بسيطة بسيطة. خير شو فيك؟ شو فيك؟ شو فيك؟ شو بدي أحكي لك الأحكي؟ قصدي قصة وحكايتي جرصة. أنا يا سيادة المدير مرة أرملة. مالي بهالدنيا غير ابن واحد. ضحيت بحياتي لحتى ربيته. اشتغلت كفاية بالبيوت لحتى درست وأخذت الشهادة. وصار له سنة عم يدور على وظيفة وما عم يلاقي. اخ يا سيادة المدير، ولما ندرب المسابقة اللي عاملينها عندكم بالشركة اجوا وقدموا ورقه وما قبلوا له اياهم. ارجوك يا سعادة المدير، ما عاد فيني اشتغل وقدم له. شوف شوف ايدي شو صار فيها من كتر الشغل، شايف؟ شوف شوف كتافي تعبت من كتر النتع يا سيادة المدير. بسيطة 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 بسيطة. تفضلي 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 تفضلي. اهلا وسهلا. بسيطة. شوفي يا اخي، بالنسبة تفضل. لا لا شكرا، شكرا. عطر نفسك. لا شكرا شكرا، يسلموا. بالنسبة للمسابقة طبعا الموعد انتهى، بس انت هلا روحي وبعتي ابنك وشوف شو بقدر تساعده على عيني. ولا بس ابني يا سياده المدير، ابني هلا مسافر مع رفقاته على اليونان، ويمكن ما يجي، قصدي يمكن يعني يتاخر شوي. عفوا. انا وانا يا سياده طلال. نعم. وانا يا سياده نعم. مره عايشه لحالي بسيطه، باكل لوحدي، بشرب لوحدي، بنام لوحدي، ما في مين يدق بابي، ولنه بربطة خبز عادي، مو سياحي عادي. أرجوك يا سيادة المدير تعمل زيارة لعنا وتشوف بعيونك البؤس يلي طلع. عايشين فيه، قصدي يلي عايشة فيه لوحدي، وهي كاتب عنوان بيتي، طابق أرضي، في محل تصف سيارتك برا. أيوة. يعني سقط لأرض. سقط. الله يعينك على السكنة بالمالكة. الله يطعمك شي بيتك بشرمانة بالدويلعة بعش الورور بتدف الشوك. أبو صالح. يا 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 نظيف يا نظيف يا نظيف يا نظيف. شوف شوف راح الدكتور، راح الدكتور، راح الدكتور. طلعت شاي الحار. ما بعرف. طيب شو اللي عم يصير؟ غارة غارة. طفي الضوء طفي الضوء طفي الضوء طفي الضوء. إذا حدا سأل عني أنا هلا برجع. حاضر. الدكتور كان عنده وخطفنا مرة ثانية. بسيطة. خير إن شاء الله. أنا فايت أفهم شو الموضوع. كنت خيرا. يرضى عليك هاي 2 ميلي كده 3 ساعات للمريضة بغرفة 205. ماشي تكرمك. يعطيك العافية. هذا الله يعافيك. يا أهلا. أهلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أهلا دكتور نشاط. يا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ أهلين. كيف شغلك؟ كيف الأحوال؟ حياك الله يا أهلا. تسلم يا رب. شو أخبارك؟ الحمد لله. بس طمني شو أخبار والدته الأستاذ طلال اللي حكيتك عنه؟ والله الأستاذ طلال والدته معها احتشاء وهسه كمان. ماشي. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. ما بكون توصاية طبعا. يعطيك العافية. سلم لي كثير على الدكتور مفيدة. سلام. إذا سمحتي
تعليمات السيسيرون 7303 ان شاء الله ما في خطر. منقول ان شاء الله لا. الدكاتره طمنوني انه وضعه مستقر. على كل حال انت خليك جنبه واذا احتجت اي شيء انا جاهز. كتر خيرك دكتور احمد. عليها العافيه ان شاء الله. الله معك. شكرا لك. اهلا وسهلا. كيف تمام؟ بتسلم عليكي. سلمي لي على الدكتور مفيد. ها يلا سلم عليك. قطة خبز عادي مو سياحي. بقى إذا لازمتك شي ممثلة لشي دور بمسلسل هي كتير منيحة. حاكم في أزمة ممثلات هالأيام. شبك وحده؟ شايفك مزعول؟ أحمد أنا بدي أفتح معك موضوع وآخذ على خاطري منك. آخذ على خاطرك؟ خير؟ من شان ابن جيراننا. الله يرضى عليك يا وحيد لا تفتح لي سيرة الاستثناءات. اليوم الأستاذ مازن بنفسه كان عندي مشان نفس الموضوع وخجلته. بس في ناس قدروا يحصلوا عليه. مين؟ رفيقه لابن جيراننا. عطيه استثناء وقبلوا له أوراقه وعطينه تاريخ ورقم الطلب كمان. مستحيل. أنا ما عطيت استثناء لحدا. على كل أنا طلبت من ابن جيراننا يجيب لي تاريخ ورقم الطلب كمان وبكره راح يجيبه. وأنت بتجيب لي إياه فورا. خلاص افرض يا بابا. بالنسبة للمسلسل جايب لك حلقة كاملة، خليها تبين معك. شو رح تساوي؟ رح ارجع العب دور بهجات، وبدي فوت لمكتب اكرم. افرضها بقى. لك افرضها. اهلا وسهلا. هشام ما هيك؟ اهلا استاذ جمال، عرفتني ما؟ ايه والله حكاني مشانك، هذا هو طلبك؟ هذا طلبي. تفضل شوفه. سمعي يا سكرتيرة. أنا آسف أستاذ، طلبك عندي مرفوض. طول بالك أستاذ، لسا أنا عم نتفاهم. وعلى شو بدنا نتفاهم؟ طلبك غير قانوني، لذلك مرفوض جملة وتفصيلا. إيه أستاذ أكرم كان يدبره. دبره أستاذ، دبره ونحن كلنا نظار، ما بخليك إلا مبسوط. تفضل خذ ورقك واطلع برا قبل ما حولك للنيابه بتقدر تترشح. رح توقعها غصب من عنك. انا بفرجيك شلون. برافو برافو عليك. هو هذول ما بيجوا غير من فوق. هي اذا جيتها من فوق بيوقعها غصب عنك. فعلا فعلا. ايه ها. صباح الخير استاذ. صباح الخير. وينك يا رجال؟ تركتنا ورحت. ما في لزوم طالما حضرتك. وليش انا شو اجي؟ حضرة الملائكة هربت الشياطين. وهذا سؤال جديد بدك تجاوبني عليه. شو في علاقة ما بين رجعتي للمنصب وتركت للشغل؟ استاذ لا تفكر كثير بحكي. انا هيك بقطش وبلحش، بجيب من هون بحط هون، بجيب من تحت الدلف لتحت المزراب، من راس هاي لراس هاي. يعني حكياتي لا تاخذش عليه من كل. انا مالي فاهم شو ما احكي. تفضل استاذ، هي رقم وتاريخ الطلب. ماشي الحال. ورق ابنك وينه؟ شحه موجوده يا استاذ. تفضل استاذ. أنا اليوم رح أقابل المدير العام، وإذا كان كلام في ابنك مزبوط من هاللحظة هي تعتبر وراء ابنك الأبلي. كثر خيرك، ما رح أسألك الفضل. تفضل جاد، سهلين يا هلا. هي أحلى فنجان قهوة. تفضل. يسمو إيديك يا أبو صالح. الله يسلمك. دكتور بتسمح تعطيني إذن ساعة الزمان أصل على المستشفى؟ اطمن على امه الاستاذ طلال وارجع. طول عمرك صاحب واجب يا ابو صالح. الله يخلي الناس. الله يخلي الناس. انا بحياتي اذا المدير طلب قهوه ولا شاي اطلبي له اياه من البوفيه. خير ابو صالح؟ ليش وين رايح؟ بدي اروح على البيت مشان اغير اواعيه والبس طقم العرس. عندي طقم بيعجبك تمام. صار له 25 سنة بس لسا يعني ماشي حاله جديد. ايه وبعدين بدي اروح على المستشفى عند الاستاذ طلال مشان شق على امه. ايوه الله يخليك. سلم لي عليه. ايه الله يسلمك. سلم لي يا رب. خلي لي اياك. اهلين. اهلين ابو صالح، كيفك؟ مرحبا. اهلين استاذ وحيد. اهلين. المدير جوا؟ ايه جوا.
طيب بياخذ اذن منه انا مشان اخذك معي على مسلسل جديد. عن جد عم تحكي؟ اي طبعا عندي دور يعني ابدا الك تماما، سكرتيره وحلوه هيك وكربوجه و... شو اسم المسلسل؟ اسمه يوميات مدير عام. عن جد؟ ايه والسكرتيره اسمها امل. مرحبا. اهلين وحيد. كيفك؟ اهلين تفضل. شو عم تفكر مع السكرتيره برا؟ شان التلفزيون. هاي رقم تاريخ الطلب 29/12/94، معناتها بعد انتهاء المده بيوم. اي بس انا مالي عاطي استثناء لحدا، انا جبت السجل وطلعت ما في اي طلب مقدم تاريخ 29، وهي مشان نتاكد 29، هي 29. نعم. 29/12/94. شرف، ما عندي هالاسم ابدا. طيب لشو الشبله يكذب؟ طب منين جاب الورقه اللي عليها ختم الديوان؟ ولا شو موظف الديوان يعطيه الورقه اذا ما كان اخذ منه الطلب؟ هاي الشغله اللي بدها تفسير، لانه ليكو ما في اي اسم لهالشب. طيب تسمح لي؟ ايه تفضل تفضل. شو على اساس ما في ثقه؟ ما لا في بس بس فعلا ما في شيء. ما في لحظه، هاي 28 ما لها. تفضل ب 28 مسجلوا ليكو نفس الطلب 5207. مزبوط. غريبة بس شوف الرقم مدحوش دحش، يعني هذا الطلب بده تفسير هاي القصة. طيب لها معناتها واضحة صارت الشغلة كتير، موظف الديوان قبلان الطلب وحاطه بتاريخ سابق. مزبوط. بس ليش عمل هيك؟ شو ليش عمل هيك؟ مبينة لازم تعاقبه. هذا بعرف بدي عاقبه، بس لازم افهم بالأول يا ترى حدا ضغط عليه ولا أخذ رشوة ولا. طيب شو بدك تعمل؟ العادي. عندك زي جديد ولا بجيب لك؟ عندي واحد لبسته مرة بيمشي حاله. ألو. نعم. أهلين مدام. أهلين. إيه تكرم عينك. موجود موجود. ثواني بس خليكي معي. أستاذ مدام على الخط. أستاذ في لك مكالمة. لك وين راح؟ ألو. ثواني مدام، ثواني بس. مدام ما بعرف هو موجود بس ما له موجود. قصدي ما حدا عم يرد علي. لا لا المفروض يكون في عنده حدا بس عم دق عليه وما عم يردوا علي. ما بعرف. لا لا مدام شو مرة شو مرة رجال عنده. ايه 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 مدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين وسهلين. فيك شوي هاد انت. هاد الك ولا للديب؟ للديب اخي للديب. ما حبيت منك اي نوم لازم تقلي خس الديب. لا تقطع دغري. شو بدك اخي شو بدك؟ هيك ها خلي مجال للاخذ والعطاء. اخي اي 500 ورقه وراقبني دبرنا الطلب للمسابقه. اخي ما بقدر. لك لا ليش ما بتقدر؟ لانه المهله خلصت. إيه بعرف انه المهله خلصت. لك اللي عم بعطيك ال 500 ورقه على سواد عيونك. عيونك عم تمسك امسك ولك بعدين 500 ثانيه بتطلع لي حاملها هلا بظهرون اذا نجح. اخي القصه مو قصه مصاري. لك قصه شو؟ المهله اخي خلصت وهذا الطلب ما بقدر سجله ولا بقدر اعطي رقمه تاريخ لانه بده استثناء من المدير العام. استثناء من المدير؟ مين بده يوصل للمدير العام لك اخي؟ اخي هلا انا عم احكي معك عربي، عم تفهم علي ولا ما عم تفهم؟ كان بفهم عليك بس انت ما عم تفهم علي. مسك دبر الغرز دبر. اخي ما بتتدبر. الله يرضى عليك دبر. اخي ما بتتدبر. ايه يعني ما بيمشي الحال غير من مدير العام من معاونه ما بيمشي الحال. اخي اذا بتعرفه روح لعنده. ايه رايح لعنده. ايه الله معك. الله يسلمك. ما غيرت رايك؟ اخي روح لعنده وشوفه الله يرضى عليك. رح تندم عليها مخمسه هي. لا اخي لا ما عاد اندم. في بظهره مخمسه ثانيه اذا نجح. اخي مع السلامه روح شوفه. مو تقول لي ناولني.
والله جابك. بدك تطول بالك يا ابو رعد. لايمتى استاذ ممدوح؟ ظهري رح يطق من مسح السيارات. يا اخي اصبر لك يومين ثلاثه لبينما المدير العام يرق قلبه ناحيتك. اخ لو اعرف شو يلي انزعله مني، ما عملت له شيء. خلص انت اترك الموضوع علي وانا بتصرف. لا تنساني. لا خلص قلت لك ما بنساك. طيب السلام عليكم. مع السلامه. شو صار معك؟ ليش هيك عم تلهب؟ علنية أكلنا قتلة تانية حشك ولبك. من مين؟ من هذا أبو بطيخ. هذا اللي ضربك هديك المرة؟ ما غيره. ليش شو جابه لهون؟ كان عند الأستاذ ممدوح. إيه؟ وشلون قدرت تهرب منه؟ كان طالع واحد من مكتب السكرتيرة معه هيك معاملات. إيه؟ تعبعب فيه لبين ما نفد من حبحب هيك كنت أنا زمطت له. أحمد خذ اشرب، جيب لك طاسة الرعبة؟ هلا وقت الأرق لك وحيد. احمد ليك وشك اصفر مثل الليمونه صار. فوت على التواليت لك بسرعه هلا بحبحب جسمك. هلا لا تشتغل فيه اتركني بهمي. طيب شو صار معك مع موظف الديوان؟ ما رضي يعطيني الاولى مع اني عرضت عليه مصاري تنداح. طيب شو بدك تسوي هلا؟ راح اطلبه لمكتبي وافهم منه كل شيء بس لالقط نفسي وغير اوعي بسرعه قبل ما يحبحب. لك شو هالمدير؟ الله لا يوفقك يا ابو العز. تعاوني وحيد تعا من رعبي مالي حسنان ارفع ايدي راح ابروك انا. تعا نص عمري واعرف شو عم يصير جوا. تسمحي لي بالدخول على السيارة؟ فكرة عينة تفضل. مرحبا استاذ طلال. اهلا اهلين ابو صالح. طمني شلون الوالده؟ الحمد لله. هلا الدكتور كان عندها وطمني. الف الحمد لله على سلامتها. ليش معذب حالك يا ابو صالح؟ ولو ما في شيء من قيمتك. الله يخلي لي اياك يا رب. والمدير كمان بيسلم عليك وبيقول لك اذا كنت عاوز شيء اتصل فيه. يا سيدي كتر خيرك وخيرك. والانسه امل تسلم عليك. كمان المدير حطم محلك لبين ما ترجع. يا سيدي غمرتوني بلطفكم. العفو. بس تسمح لي لدق التليفون. مروا سيدي. الحقيقة أنا طلبتك مشان أخذ رأيك بموضوع. تفضلوا سيدي تفضلوا أنا تحت الأمر. في شخص عزيز علي ابنه تقدم للمسابقة. ومثل ما بتعرف المهلة المحددة للمسابقة انتهت. وأنا بصراحة ما بدي أعطيه استثناء رسمي. يعني ما بدي أفتح عليه أبواب لأني إذا أعطيته بدي أعطي كثيرين. فبرأيك شلون في طريقة أقدر ساعده فيها؟ بسيطة سيدي. منسجل له طلبه بتاريخ سابق. ها يعني قصدك مثل هاد؟ ايه نعم سيدي. انت مين سمح لك تتصرف التصرف هاد؟ انا ما دخلني سيدي. الاستاذ ممدوح هو اللي امرني وانا عبد المأمور سيدي. انت عبد المأمور للحق وبس. وما حدا بيقدر يأمرك خارج الحق حتى لو كنت انا.
وهلا شبت امره سيدي انا حاضر. تشطب هذا الطلب من السجل وتجيب لي السجل لاتاكد انك شطبته فعلا. حاضر سيدي. واصحك تعيدها مره ثانيه. حاضر سيدي ما بعيدها. شفت بعينك؟ برافو عليك يا احمد، برافو عليك. بس ايه زر القميص مفكوك والشوارب راح ينفكوا. لك انا شو والله شاغل لي اكل كل هالبهادي؟ شغله ما لي نفع فيها، ليش شو لحتى اتلاعب فيها؟ بقول له الاستاذ ممدوح تور بيقول لي احلبه. خرشي الله لين انا شباب، ايه انا شباب. قلت لها لمرتي قلبي مو مطمن من هالصبحيه، بس كل الحق على الاستاذ ممدوح. انا مستحيل اطلب منه هيك طلب. بعدين لشو اقلل هيبتي قدام موظف ادنى مني واطلب منه انه ييسر لي اموري؟ انا لو كان بدي وبيهمني الامر كنت اجيت لعندك وطلبت منك استثناء، واكيد حضرتك ما كنت خجلتني. انا بامكاني طبعا اني اجمعكم وواجهكم وجها لوجه، بس لهلا لساتني اخذ اعتبار للمركز اللي حضرتك مستلمه. استاذ هذا واحد كذاب، انا مستعد واجهه. اكيد قابض له شيء هالشيء مشي حدا وبده يلزق التهمه فيه. انا بعرفه، لك ابو سمير فساد بعرفه طبعا. إيه ما في داعي لهالانفعال، اصلا المواجهه بينك وبينه ما راح تجيب اي نتيجه غير الشرشحه. هو راح يدعي وانت راح تنفي، او انت راح تدعي وهو راح ينفي، وما راح نوصل لشيء. على كل إن انا طلبتك لحتى اقول لك كلمتين مختصرين. اياك بعد هلا تتصرف باي شيء خارج صلاحياتك بدون ما تراجعني. غيره في شيء ثاني بدك تحقق فيه معي قبل ما امشي؟ تفضل لمكتبك. انت ظلمتني يا استاذ، يعلم الله اني احبك. كيف هيك بتخليه بعد يوم ما تاخذ اي اجراء ضده؟ شو بدي اساوي له اذا كان ما عندي اي مستمسك لهلا؟ وين بده يروح مني الا ما يوقع شي يوم ويكون بايدي الدليل القاطع اللي بدينه؟ بس حضرتك شفت اني ما فضلت حدا عليك وانه مالك حق تزعل مني؟ فعلا فعلا انا اسف كثير، بس بدي اطلب منك شغله. خير؟ دور لي على بيت الاجر لانه رح يقلعوني اصحاب البيت. ايمي مو ما قلتي لي شو رح بتجيبي لي معك من باريس؟ باريس؟ مين قال لك اني رايحه على باريس؟ ماما. خالتي؟ وشو عرفها خالتي؟ ماما قالت لي انه بدها تروح هي وياكي على باريس تبضعوا شويه ثياب للصيفي وتنقوا جهاز العرس وتجوا. ها هلا ما عاد عجبك الجهاز الا من باريس؟ انا اذا كانت علي لبسك من البالي بتطلعي احلى وحده بالعالم. يا حسام انت بتعرفني منيح، كوني صرت بنت مسؤول فهذا الشيء ما حيغير من نفسيتي ابدا. بعدين انت بتعرف انا ما بيهمني المظاهر ابدا. انا متاكد من هالشيء مشان هيك بحبك. معناتها انسى موضوع باريس وخلينا نفكر بالدراسه. شايفه شكل؟ شايفه شلون بتلمع؟ بتجنن. يسلموا. صباح الخير. اهلين مين؟ الاستاذ صلاح. اهلين وسهلا. الحمد لله على السلامة، طمنا شلون الوالدة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. كيفك يا سيما؟ اهلين صباح النور. كيف امك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. ما غيرت لك شيء؟ كل شيء محله، مصنفاتك وراءات كله مثل ما ان شاء الله. بيسلموا ايديك، عزبناكي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على كل حال طالما هيك راح اعمل لكم احلى فنجانين قهوة لأحلى شب وصبية بهالمديرية. تسلم يا أبو صالح. أهلا أستاذ صباح النور. يا أهلا. كيف الوالدة؟ الحمد لله بخير. إذا حالتها بتتطلب وجودك عندها ما في مانع. لا معلش أستاذ، أختي إجت من حمص وقاعدة عندها. بسيطة، الله يعافيها. الله يعافيك أستاذ. يعطيكم العافية. جيبي لي المصنفات والقرارات اللي كانت بغيابي. ماشي.
تفضل استاذ بريد. يسلم ايديك استاذ. انا شاكر لطفك لوقفتك جنبي من غضمي، والحقيقه ما لي عرفان كيف بدي ارد لك الجميل. انت بتعرف كيف بترده اذا كان في جميل فعلا. شكرا لك. تفضل استاذ. شو هدول؟ المصاري اللي اخذته منك الحمد لله ما عدسته. لا لا خليهم معك بجوز تحتاجهم. مستوره والحمد لله استاذ. اكيد اكيد. طيب باي وقت بتحتاجهم انا جاهز. شكرا. مو بس هن وغيرهم كمان. شكرا لك خجلتني استاذ. الله يسلمك. لو سمحت استاذ طلال خلي امل تقول لي شو صار بموضوع المسابقه وتجيب لي قائمه باسماء المتقدمين للفحص الكتابي اليوم وتاريخ تقديم طلباتهم. حاضر استاذ. شكرا. صباح الخير. اذا ممكن وزع لي الاوراق. على عيني وراسي. يلا تفضلي. بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يلا. هوا هوا مثل الهوا. ها على عيني. تفضل. تسلموا. شريف. الله يسلمك. خالص مثل ما شايفين الاسئله مختومه ومحطوطه بظرف وكل شيء نظامي وعلى التمام، وهلا رح اوزع لكم الاسئله وبتمنى لكم امتحان موفقين فيه. شرف حبيبي. بتمنى لكم امتحان باهر. تفضلوا شرفوا بدبي. سبق ماشي ولا يهمك. سبق وطمنتك ابنك ناجح لا تاكل هم. يا سيدي يكتب اللي بده اياه، ما حدا رح يقرا اللي كاتبه. هي كلها شكليات. اسماء الناجحين رح تطلع من عندي، واول اسم حيكون اسم ابنك. اطمن. ليش طيعت؟ وصلوا بس زعلت على سهام ما قدرت تاكل منه. قال شو عامل ريجيم على الاناناس والمانجا والكيوي؟ تبعت لنا اياها تعملها والله. اي بتكون فضلت. اي طيب خلص طمن طمن. مع السلامه. اضرب انت وهيك قشطه خامه. ان شاء الله. وانت كمان شرفينا. يا اهلا وسهلا. اهلين مع السلامه. شو هي سيدي؟ هدول قائمه باسماء يلي بدهم ينجحوا بالمسابقه. وشو عرفك اسماء بدهم ينجحوا بالمسابقه والمسابقه لسه ما انتهت؟ قدموا الفحص الكتابي ولسه في مقابله شفهيه. لا هاي الشغله شكليه نحن بنعملها مخصوص.
مشان اذا اجوا سالونا نجحنا بنقول لهم لا رسبتوا. وهدول الارقام ليش تركها فاضيه؟ لا استاذ هدول تركت لك اياهم، اكيد في عندك ناس بهمك امرهم وبدك اياهم ينجحوا، وكمان اذا ما بيكفي العدد في اسمين بالاخير اشطبهم هدول ما كثير مهمين. ها يعني واسطتهم مو كثير كبيره؟ كبيره بس البقيه واسطتهم اكبر. شوف ممدوح انا لا متبني حدا ولا بقبل واسطه حدا، الاجدر فيهم هو اللي بينجح ومين ما كان يكون. بس يا استاذ في ناس مهمين واعدهم وما بقدر اقول لهم لا. هون انا اللي بقرر مو انت، وانا اللي عم اقول لا وروح بلغهم الشيء. طيب مثل ما تأمر. في شيء تاني؟ لا سلامتك. تفضل لمكتبك. عوجة والطابع مكشوف عشنا ويا ما حنشوف.